هما فخورين كجمعيه حاصلون المساندات مساعدي مساعدات مخدرات اننا وصلنا لهذه المحطه سواء كان مكسب وكذلك كعمليه في الجمعيه وكذلك ارينا اننا نفتحوا الابواب للمجموعه ديال المتطوعين اللي كنشكرهم باش نقدروا نوصلوا ليلو قدرنا ان قبل ما نوصلوا اليوم اننا نعرضوا هذه الافلام نعملوا ورشات تكوينيه في الصفوف جمعيات اللي كيخدم مع شباب اللي في وضعيه هسه من اجل اننا نعرفوا بهذاك بدا السيده. اذا مقصى العروسي عن جمعيه حسن مساندات المستعملين مستعملات المخدرات اليوم هو واحد حفل ختامي العرض الافلام القصيره ديال جمعيه المجتمع المدني اللي دخلت فيه ولبس الدعوه ديال جمعيه حسنونا مساندات مستعملين مستعملات المخدرات جهه المنظمه واللي بغينا نحتفلوا باليوم العالمي محاربه الداء السيده عن طريق الفن على اعتبار انه الافلام القصيره تقدر انها توصل بشكل كبير وبسرعه كبيره يمكن فئات مختلفه وخصوصا ان ملي كيكون سبب الخطاب ديالهم باللغه ديالهم كتقدر توصل السبب في حالهم خصوصا انه الان للاسف ما زلنا نتحدث عن مرض سيده كطابو مازال انه المجتمع ما قدرش انه يتطبع مع المرض باش نقدروا اننا نتغلبوا عليه ونتجاوزوا عليه رغم مجهودات مبذوله مازال النسبه في الارتفاع وكاين نرفعوا شعار ديال زيرو سيده 2030 ولكن لا يمكن نوصلوا النتيجه بدون اننا ما نخدموا بشكل كبير اذا اليوم احنا فخورين فخورين اننا قدرنا نجلسوا هاد الافلام وفخورين ان سبب كانت عندهم جراه باش يهضروا على هذا الموضوع وفخورين ان هاد التلاميذ او سبب قدروا يجيبوا الاباء ديالهم يوم يحتفلوا معاهم كذلك فئه المجتمع كامله حاضره سواء النخبه السياسيه او المجتمع المدني وكذلك رجال الاعلام بالتالي كنظن على انه على الاقل هي مساهمه صغيره اليوم عندنا الحق اننا نفتخروا كجمعيه قدرنا اننا نحطوا يدنا على واحد مشكل ديال فئه مفتاحيه نتمنوا على انه تضافر جهود ونتغلبوا على هذه المعضله وهذا المرض ان شاء الله. هو بابك انا اليوم متواجد ضمن لجنه تحكيم الافلام اللي كتعالج الظواهر الاجتماعيه مثل الصدى المخدرات الى اخره وكنظن انا بوجهه نظري كيبقى الفن دائما هو واحد الوسيله فعاله ونافذه ومرغوب فيها دائما لمعالجه بحال هذه الموضوعات اللي كتهم المجتمع وكيكون عندها واحد الاثر سلبي طبعا وكنظن حتى على مستوى المدمنين بحد ذاتهم ولا المصابين ولا اللي عندهم مشاكل من هذا النوع كيكونوا كيتقبلوا النصيحه اذا جاءت عن طريق الفن اكثر من تلك النصائح الطبيه او عن طريق مثلا النصائح اللي كتجي عن طريق رجل دين مثلا فقيه او غير ذلك فكنظن الفن كيبقى وسيله فعاله وجيده ونافذه جدا في هذا المهد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.